شكر المسلمين ذا والله ايه ابو يحيى ابو يحيى شكرهم كلهم ذا اسلم يوم قلت بنطع فاصل والله حسيت انه فاصل صدق لا لا والله لا 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 عش جوي اقصد عش جوي انه فاصل صدق لا 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 اقول اسكت لا اعطيك اوفر اول سلمان اوفر قال لك فاصل الله يسلمك والله والله كان الموضوع جدا مهم طيب اللي هو اللي تكلمنا فيه صحيح فالله يجعلنا وياكم من المحبوبين بس بالله عليك بعد كلام تيجي تحجز لي احجز لدرجه اولى عشان خاطر بتبهدل في الطيران هل اكتب بطيران هذا خله عند عند اخر شيء ورا ما حطينا معناته شوف طارت اسئلتكم الحين بسالك سؤال البرنامج ايش النظام حقك محمد صدق صدق حبيبي ممكن استعذر سلمان سؤال صدقي تفضل الحين ضحكتكم انتم كذا ولا تسودون انتم لا والله كذا والله انا منصور وانا كذا صراحه يعني حكيتكم يا ايه كله بقول لك يا تونا من طبقه عاليه ايه لاننا احنا نحب الجواب عرفت ده تريد برضو كان الجواب اللي ضحكت جميل الله يسعدك والله انه ازعاج اجي كل واحد وضحك العجوبه العجوبه ضحكت ضحكتك ها ولا وهيبي لحظه نسمع مراي معاذ منو وهيبي ها احس الضحك مستحيل لا نقطه تحس انه نقطه ما يضحك لا في ناس تصنع حبيبي لا والله هلا الله يسلمك لا يا نقص مستحيل في 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 ناس بتتصنع فعلا الهيبي يبالغ في الضحكه شويه الهيبي ها بس لا ده زين لا لا ترى في في مواقف له يضحك شديد ايه بس ما تطلع ما تطلع الا في في موضوع طام ايوه زي مواضيع واحد من الشباب الله يذكره بالخير حيا الله ابو مين والله يضحكت هذا إيه؟ شفتوه يضحك ذا إيه؟ يعني موقف وبالذات لما يضحك في مكان في احد وهو يكتب هذا ضحك يمين بالله ذاك اللي ذكرت لا لا ذكرت مخلد مخلد علم بالسالفه وشي انا اعلمها يلا قول جانا الشيخ راجل بلاد بشيري راجل ايش بكم يا اخي بالنار والله بالنار يا اخي هذا 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 ما نحط عنده حاجتين قلت لكم انا والله النار والله بالنار والله انك ما تنحط عند النار انك ملقوف اعلمك المهم جاءنا الشيخ عصام البشير البشير صح والشيخ عنده قصايد وعنده ما شاء الله عليه وقال مخرد يا شباب انا بطلب من الشيخ القصيده حقته قصيده الحج قلنا نطلب قصيده الحج انا جاء الطلبات خلص طلب من الشيخ الدكتور قصيده الحج قبلها انا قطرت من قصيده الباص يوم كان في الباص مع الدكتور العشماوي هي نفسها قصيدة الحج نفسها بس بصيغة ثانية لا نفسها نفسها بس سؤالها كان بصيغة ثانية بس مخلد ما يدري قال يا شيخ يا دكتور يعني أنا أطلب من قصيدة الحج قال الشيخ ذكرت أنا قبل قليل وخلصنا منها مخلد الحشر سوى لا ما يبغى يقول لا ما يدري إيه هو يقول له لا لا قال لا أنا قصدي قصيدة الحج اللي غيرها في واحدة ثانية جديدة ما أدري طبعا الدكتور ما شاء الله تبارك الله موسوعة قال أشوف هو فصار لي قصص كثيرة هو مخلد يقصد هذه بس ما شاء الله الدكتور من علمه عنده شيء عنده خير واجد وسواله مخرج مخرج طبعا اختبص أخذ وضعية الموميا أقسم بالله ما قدرت أمسك نفسي الله وجنبي من جنبي المريض ذا ابغى تخلص شوي تخلص لا والله انا اسكت انا بس اسكت خلاص ايش بك ذا سمع الضحك اطل الا الحبيب يهز ولا امس جميري او امس فين ما بكات والله يا انه سدد له واحده البرنامج بس صدق بس عبد الله جميري والله ما نعرف مزح من جده والله العظيم طول هو يا هو ما ادري متى يمزح متى يضحك حسبي الله ونعم الوكيل شوف فارس بس بعد ما طلعت ابراهيم احنا رحنا خلاص ابدا جميعا قناه بدايه والله لا تعليق والله العظيم شيء ايش ايش حتى يعني هتتصدموا بيه شو لما تدخلوا يعني وتشوفوا الجماهيريه بتاعت قناه بدايه وكده مش في السعوديه ولا يعني بس في كل ولكن في كل مكان وش هذا وشو الجماهيريه قناه بدايه وصله هذا الانسان ما عنده رصيد وحاب يتكلم عن الجمهور زي ما تفضل تكلم تكلم خذ راحتك احنا مستمعين لا, لا تاخذ مننا اي تعقيب زي ما احنا زي ما احنا ايوه تخلص الموضوع يعني بناء عشان نفتح الشهاده مجروح اصلا يا الجمهور من اليمن المجروح حقك ابو مخ عبد الرحمن خضين جمهور من اليمن ومن الامارات ومن الكويت ومن مصر الجزائر ومن تونس والسودان ان شاء الله ما تنسى دول عشان ما توصل من ليبيا
وكل الدول والله العظيم فيها جمهور لينا ما شاء الله يعني. والقناة بداية السلام والله العظيم الله يسلمكم. لا سيما معاذ جمهورهم من الأردن يعني. وهيثم وجمهوره من اليمن ومصر. يا زين الشمال يا زين ومصر فلسطين. فما شاء الله دي نعمة دي نعمة ربنا حبنا بيها يعني إن شاء الله. فالحمد لله على كل حال. يا رجل بعد فيديو غزة ما عاد في. يا رب والله الفيديو ده شفته والله بكيت. والله كنت بتابعكم في مؤتمر الجمهور والله بكيت من الفيديو ده. أي والله العظيم. الله هذا الحالة. أي والله العظيم. يعني في أكثر من إنه مكان محاصر ومكان تحت ال. يلا يعني خلوا ياخذ. لا معلش يا جماعه نسينا ونشكر جمهورنا من الامارات عشان خاطر معانا رجع الحارسي ولي اكبر جمهور من الامارات وان شاء الله يشرفونا في الحفل الختامي. والله النعم والله. ما عاد في ابراهيم ابن عمي والله يا ذا الكلمني مصطفى. غداكم جاهز؟ هو يقول كذا. نعم. غداكم جاهز؟ يقول بعد العصر اذا اذن الساعه 3 العصر. كم الساعه؟ غداكم جاهز غداكم. غداكم جاهز. جايين. يلا تجينا يا عم نشوان. طب انا والله ما ابي. اليوم كذا الشباب عندهم طلب. الساعه 2 يبغى العشاء ذاك اللي يلف. مجمر. حاول. حاول يمين يسار. طيب نعطيك خبر من الحين. لا والله نبي جيبها لنا يوم الاحد. خلاص جيبها لنا لو يوم الاحد انا متاكد. عبدالله الجميري نبي شيء خبيث. ليش؟ عبدالله الجميري مع ام فاقي يقول لك سلم تكفيض. المهم انت عم نشان حبيبي ابو عم نشوان خلاها كبسه حش اليوم. كبسه حش. لا امس كان قبل امس كبسه حش اول تمام. هو بالليل اللي ودك اياه هيبقى من ايدك جميل. اسمع والله عندي لك راي. خلاص انا كده سلطه خضراء كبده ناشفه. اي والله مع فول مع فاصوليا. يا ريت والله يا ريت هذه الاشياء اللي طبخ يدكم. لا حناكل كلنا مع عليك بس بالله عليك هاتنا طعميه وانت جاي. طعميه سبحانك يا رب. يلا قوموا يا شباب هيا شوي. طيب ايش باقي ساعه؟ وشو كم باقي الى الان؟ المطعم في حوزتي بعد كده انا مش مسؤول. باقي الساعه 2 الحين الساعة 2 بالضبط. يا شباب اسحبوا فلوسي يرحم والديكم. انا اللي جتني من شوي. انا ما سحبتها صح؟ خلاص لا ما صاد. اي والله صاد زنت صاد جنت. طيب اسمح لي احنا نحسب الساعة بعد عصرك بدي اسحبها. اي اسحبوها. ايوه خلاص كويس تمام. انا معك الله يرضى عليكم عشان انا اسلم اليوم واصفر حساباتي عشان ما بغش ابراهيم يا شباب. صح يلا صح. دقيقة باقي الساعة 2 والله بدري والله بدري شوي. اصلا نقعد هناك نقعد عشان نقعد هناك ونطلب الاكل عبال ما يجوا كده نكون ضيعنا نص ساعه عشان بعد. لا والله نص ساعه هناك في دقيقتين ينزل الاكل. لا احنا نقعد نقول له يا اخي انت في مطعم هيثم الحان ايش فيك انت؟ اي صحيح ايش بك؟ حتى يمكن جاهز الحين خدمتنا. مش كنتم تلخون ترى ما ادري وين تنظرون هيثم نظاراتكم. اي والله قبل شيء يسولفون معي ما ادري وينهم. هيثم افتح لنا. لا المشكله انهم مقيمين فرع في مكه بالله عليك. ايش شيخ المندي؟ ابشر ابشر انت. الله اكبر بتغدى فيه كل يوم نقدر. مجاني فاهم غلط يعني. مجاني؟ لا اوكي ترى الرعايه بس باقي لها 5 ايام من دحين اقول لك فاهم غلط. بعد كذا تروح مكه تروح هناك تسوي قرعه ما في. لا حبيبي المدير الاستاذ سمير ما بيظبطنا عليه. شكلك بشكل الاستاذ سمير كان موظف في شكل مندي. بيسلم هذا سلمه. الله سلم الرجال سلم الجميري وهذا سلم سمير. الحمد لله على كل حال. احنا في اسبوع التسليم يا شباب. والله شباب ايش رايكم؟ 5 ايام نطلع كل شيء. ايه لا في الموثق. انا موافق والله. بس بشرط كل شيء. بس بشرط حتى اللي عليك. حتى اللي علي بالفيديوهات. والله ما افق بالفيديوهات. لا بدون فيديو. بالصور. والله ما افق. والله تعرف والله ما افق بالصور. ما تكمل بس كل شيء. الشيء المرئي والمسموع وها كل شيء. انا ما افق. اذا على كل لا 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 ايش بك بطلت دي احد الكواليس. الحمد لله على كل حال. في اخر برنامج في نفس ترى انا قاعد بس دقيقه ممكن احنا هذه فرحه لحظه فرح وقلنا نبغى نقول كل شيء. راجعوا انفسكم لمده 20 ثانيه كل واحد يراجع ماضي يشوف هل يسمح انه يطلع ولا لا. انا قلت والله انا عادي. لا تسوي عادي. انت تسوي عادي. صحيح. انا قلت مدام انكم تقولون كل شيء على وضح النقا ومن دون تغيير في الكلام ولفلفه في الكلام انا اقدر اقول هيثم رجل طيب
واقدر اقول هيثم ما شاء الله يعني رجل طيب. اجيب واحده الحين لا تكبرون المصيبه كذا. اجيب واحده الحين اجيب واحده الحين انا موافق. لا لا كذا بدايه التسجيل. اقول واحده الحين اقول واحده اقول واحده يلا طيب افرض فتبت لا 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 خلاص اخذ الشيطان واجد انت تسكت انت اخذ الشيطان هذه فيها تكبير عرفت يعني شوف شوف في فرق بين ايش او الفنجان طاح في فرق يو معاذ طيح الفنجان والفنجان بغى ينكسر. لا لا ابو يارا اهدى ابو يارا هدي لنا ابو يارا وضعك هنا المواضيع لا لان بعض العرب اشغلت انت بعض العرب يكبرون المشاكل حرام عليك والله ماشي انتبهوا لا 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 شاب خمس ايام لا نكون زي ذاك اللي انقذ وضوءه في التشهد الاخير يا سلام كيف. حلو التعبير انقذ وضوءه كيف يا سبحان الله سبحان الله انقذ وضوءه فلا نكون مثل هذا في مثل هو زبطنا بقى وكذا يقول لك دامك رايح ايه لا فضايح هذه لا مش كذا ضد القاعده دي احنا احنا ما نتفق معاك لا لا بصراحه لا لا انا احب اسكت لا 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 تتكلم معاذ تكبيره هذه ترى شوف فارس شوف فارس احب اذكر حسن من حسنات معاذ حسن من حسنات معاذ امشي شايف الناس وهي بتلعب بالميه في الغرفه هو راح قال لهم يا شباب لا ما ينفعش كده ولازم عليك امك ولازم خليك تراجع على وضح النقه انت تقولها خليك تتراجع كيف تصحي العيال الله يقدر يقولها لا 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 الله يسلمك هاي مواقف انا مصرف الموضوع حقه هاي مواقف الموضوع انا الله يسلمك قاعدك في زمن يا رجال يلا ها والله يا معلم لو مين اللي نايم في غرقان في بحر النوم لا يصحى من مكانه في تكتك طيب ليش؟ عشان معاد 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 يقول عشان عيال عيال معاد اول شيء التيشيرت حلو وندري مقاسك سمول ايوه بس شنو هذه؟ لا والله اسمع اسمع تعال اذا طلع اذا طلع سمول ليه ما طلع سمول؟ اجيب كذي يا مطلع سمول لحظة لا مسوي انت عارف مقاسي يا مطلع سمول طب البنطلون كام 12 والله سمول شوف زي ما زي ما راجع زي ما زي ما انت ما تقول كلمة حق راجع اسمع انت تخش يا حبيبي والله بدينا جايين دلوقتي آه. والله سوانا مرتدة الغداء بعد العصر قلت حلو فارس قال بيعزمنا شباب بعد العشاء بعد العصر فشوف شوف يا شباب شوفوا اسمع والله شوف والله جايين جايين مي حلو اسمع اسمع انت انا متأكد انت لسه من شويه بتقول سؤال انت تقول تصحي للشباب ليش للصلاة خلاص يا شباب انت خذ الموضوع بس ازاي كيف ما له صلاح صح انا معك في النقطة شوف انا اسوي زي كذا كثرة يعني البحاث مثلا مثلا انا اسوي زي كذا سويت زي كذا ليش؟ هنا سبب سبب معين في سبب صح انا صحيتكم او ازعجتكم او كذا ليش؟ سبب معين لاجل الصلاة مو شرط اني اسوي زي كذا ولا ان شاء الله كذا ما امشي صلاة صح كذا ولا كذا انا لا لحظة 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 بعد اذنك يا راجل معاذ حبل تسليمة صغير معاذ تسليمة حبل ايه ها حبيب معاذ لو ما صحاش هتعمل فيه كان فارس القحطاني في فترة من الفترات مهم لديكم مهم لديكم واذا غاب نفقده شفت اذا غاب نفقده هذه من الاشياء اللي مستعد على وضح النقا سخبا رجع مسلمه رجع مسلمه ابو دينا مسلمه انت جايك اسمع اسمع المهم اسمع انا صراحه انا مالي شيء لازلت مبسوط لان الشباب اللي طلعوا ما حد سلم اي والله العظيم والله انهم رجال لا الفجاءات موجوده والله بعد لا لازلت دقيقه عشان لما نطلع نفضح بعض مش تجي انت تفضحني اخر رجال ما في شيء ما في ايش نخرج نفضح بعض لا ليش نفضح الحمد لله الحمد لله ما عندي شيء انا سليم عندي شيء الحمد لله الحمد لله يا سليم الحمد لله انا الحمد لله كذا على الصراط اموره تمام مستقيم ايش معاي انا اوريك دقيقه دقيقه ايه ايه عندي عين في عينك اهو ها اهو قدها؟ ايوه قد انا عندي شيء انا ماشي الحمد لله سيده الله العظيم انتوا ما بتفهم انت حتى لو عندك شيء حتى لو صار ما صار ما عليك خصم ولا في شيء انا بس عايز افهم حاجه واحده لو اللي انت بتصحيه ما صحاش هتعمل فيه ايه؟ يعني في حلول بجد يعني ممكن لا اقسم بالله اكثر واحد يضبح هي لعبه الشمري يا شباب اكثر واحد يضبح شباب لعبه الشمري يلا هي بعدها ضبح ليش؟ لعبه الشمري طفش الواحد لما تصير
ما تكلمات لاني احمل هم الله هو يكبر كلمات الواقح اللي طلبها منك امس يا الله يلا يلا يا مكي مكي تعال ما بعرف الحين شوف فارس هنا شعب واحد يا اخوان انا اخوان على شيخ المندي نشتم ايوه خلاص لحظه اثنين ونص ثلاثه الا ربع